هي هون هلا اكيد من ايجابيات السوشيال ميديا هي التسويق السريع، التواصل السريع، مثل ما كنت عم تحكي كمان قبل شوي، ولا كمان نقدر نعمل اشياء فيها ماركتينج اسرع، نتوصل اكثر، حدا يلاقي شغل اسرع، نوصل البرودكت تبعنا اسرع، ايش كم شغله حلوين، البزنس تبعنا يوصل بطريقه اسرع للناس بكل انحاء العالم اونلاين، كله مش الحال. 100%. ولكن من المساوئ واللي هي سببها السوشيال ميديا، يعني انا عبالي مثلا ارجع اقعد انا واصحابي وراسنا ما يكون بالارض، ارجع اطلع بامي انا عم اشرب القهوه وشوف لون عيونها، ارجع اطلع واقعد مع اهلي وناسي ومش حس انه في ولا تليفون، ارجع حس ارجع للناس وابعت لهم بوجهن اقول لهم الحمد لله على السلامه، بدون ما ابعت من دون ما ابعت صوره وجه فرحان او صوره قلب او شيء يقولن. فقدنا الاحساس، البشر فقدت الاحساس بوجود السوشيال ميديا. عبالي نرجع لهيدي الاحساس الحلو. مين مانعك تعملهم؟ مش ما بتقول بدي اترك التليفون بدي اطلع بوجه انا بعملهم. الكتره تغلب الشجاعه، اذا انا بعملهم هو ما راح يعملهم، هي ما راح تعملهم. انا في بالمجتمع، بمجتمع قائم بحد ذاته، بمجتمع فقد هيدي الروحيه. انت فيك تفيق الصبح ما تشيل تليفونك وما تطلع بالمسج او تطلع بالسوشيال ميديا. هيدي صباح الخير للتليفون، انت كيف بتعود حالك؟ هيدا هيدا قرار انت مش قرار، هيدا قرار تغلب عليكي. إيه لا انت غلب عليكي، انت شئتي ومرغمه، مش مرغمه. انا بوعيك تفيقي اليوم الصبح وما تحملي تليفونك، بتحديك تروح بعد على التواليت بعد شوي بتاخذي التليفون معك. اذا كنت واعي، اذا بتحديك يوم تمرق 10 دقائق وما تطلعي التليفون. اذا كنت واعي اذا حالي ما حدا عامل ستوب، اذا حدا توفى ما بتفيق الصبح، صرتي بتعزيه على السوشيال ميديا. هيدي صارت السرعه، واعي صرت السرعه، دربت حالك. فيسبوك صار ورقه قهوه اصلا، بتعرف وين توقف. انا بتصارع مع حالي، ما تقول صباح الخير للتليفون. انا ليه عم بحكي هيك؟ واعي. وهون دورنا نحن، يعني نحن عم ننتقد وعم نحكي، في دور ايجابي للسوشيال ميديا بس في دور سلبي. بدك تكون واعي انك تدرب حالك، والتطبيق شيء اخر. ما هو الوعي، النظريات شيء والتطبيق شيء اخر. انت دكتوره، انت اذا انت بيمرق فتره وما بتشوفي السوشيال ميديا تبعك بصير في مشكله. انا واعي امتين، بحدد وقت، انا بحدد وقت. بس يعني انت عايش وين؟ قبل النوم بثلاث ساعات. بمجتمع فيه 10 اشخاص، في 9 منهم بيتعاملوا السوشيال ميديا. ربطا بدك تكون واعي. عفوا دكتوره، ربطا باللي حكيته ساندي وتجربتها، مايا انت فنانه اليوم، كورسي وخصر نحيف وصلها على الريد كاربت وذكائها طبعا. يعني فنانات بيتعبوا بيشتغلوا، ما عم نشوفهم على الريد كاربت. ايه عم نشوف البلوجرز بس على الريد كاربت. اوكي بس بكل انحاء العالم. بس واو، شو ذكيه، يعني بعمر 23 صار عندها بزنس، بتعرف شو عم تحكي، عايشه وعارفه المعمل، عارفه وين رايحه. يعني واو، نحن بعمر 23 كنا نتخرج ايامات ما يعرفوا كيف بدهم يتوظفوا بشغلتهم. بس في شغله فاستعملت السوشيال ميديا بطريقه كثير حلوه، نحن لازم ننبسط لها. طريقه حتى انا اذا فنانه ما وصلت على كان، اذا انا هدفي ليتر اون، انا ما بدي اشتغل على حالي على واكب هيدا التطور الحلو على تيك توك. انا بنبسط لكل حدا كان هون وقدر يطلع مصاري منه. نحن قاعدين، انا بسمع هيك حوالي بالمجتمع بيقولوا بلبنان بدنا نعيش، ما بنطلع مصاري، بتطلع على حدا عمره 17 طالع تيك توك وعم بيفكر استراتيجي، بدي اتعلم هيدا اونلاين مع المدرسه لتصير قويه بالسوشيال ميديا. فنحن لازم نكون سريعين، يعني مش لازم نعاتبهم، بالعكس عادي لازم نكون كول، نقول انت صار الوقت تفتح تيك توك. هو عم بيحكي انه ديفرنت واي، يعني بطل في احساس بين البشر. هيدي مظبوطة، فقدنا اذا بدك هيدا التواصل من وقت الاجتماعي. قبل كنا ما كان في تيفيات، اهلنا كان يقعدوا بالبيوت ويحكوا، بس صار في تيفي، صار في سيني، صار في نتفليكس، صار في نحن لازم نحط. لا لا، كل هيدول ما كانوا، اسمحي لي سوري، كل هيدول ما كانوا ياثروا، بس اجى التليفون والسوشيال ميديا اختفينا احساسا. وقت اجي بيمي قد ايه كنت تلعب عليا؟ لا كنت تلعب حتى لو ويمنعوك اهلك تلعب عليا. يا مايا يا صديقتي، حتى لو هيدا شغله كثير حساسه، اعملي معروف 100%. جماعه عم نحكي بنقطه كثير حساسه، اللي ايده بالنار مش اللي ايده بالماي. انت بالنسبه، انا بالنسبه لإلي القعده مع اهلي بتسوى كل الكوكب واللي فيه، وبتسوى كل شيء، شغله المجد الباطل اللي انا عايشه. برجع بقول اخر مصيري انا بدي اقعد مع اهلي وبدي ختير معهم وبدي اعيش معهم. شوف هذا الاحساس نعم. الحلو نعم. اللي انا ما بحسه بالايام. قديش عم نكون حاضرين ماهر، بس في شغله بدي زيدها على السوشيال على ميديا مايا. شهره السوشيال ميديا هي مجد باطل برايك؟ بالعكس، انا بزقف لها،
عم تشتغل شغل بعقد. لا كانت عم تحكي مايا انه والله بيكبر ولد ابن 16 17 سنه بيتعلم كم شغله على السوشيال ميديا واونلاين وا 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 بصير يفكر بيتوسع شغله بكبر البزنس وا 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 بالاخر كله معلق بنتورك. هالنتورك ما بتعرف اي ساعه بفوت عليها فيروس، ما بتعرف اي ساعه بفوت عليها هاكر وا وا والله في الولد شو بده يشتغل هلا راح كبر عقله بس على التكنولوجي على امور اذا بتكبيه بالبريه مثل ما طار يعني تعيش لحاله ما بيقدر. It's about balance. لولا حكى نقطه كثير مهمه ماهر انه اليوم اذا انطفت كل هالمنصات هدول الناس شو بيعملوا؟ هلا هي اكيد مش حتنطفي يعني لانه اللي عاملينها عارفين حالهم وين رايحين. كل الناس صارت البزنس تبعها على السوشيال ميديا ولا مرة انعمل لحتى ينطفي هيدا الشيء الا اذا صار شيء على قطعة كهرباء لبنان بلا تنطفي قطعة الكهرباء لبنان في هيدي فترة صغيرة نحن عم نحكي على المدى الطويل. هو شيء كثير حلو وفي كثير ناس ادمنته، انا من هدول الناس يعني مدمنة سوشيال ميديا. ايه طبعا اكيد حلو واحد يقدر يعرف يستفيد منه ياخذ منه السلبي والايجابي مثل كل شيء بهالحياة. اي اختراع بالكون فينا ناخذ منه الشيء هو عقل الانسان وضميره انا هو اللي بفكر بس المشكلة استغلال قصص معينة بس لحتى نطلع مصاري يكون فيها هيك رخص او شيء له علاقة بالطفولة. انا هذا الموضوع صراحة وترني كثير. والشغلة الثانية انه نكون واعيين اذا نحن اهل ننتبه على اولادنا شو عم بيتابعوا. حلو يتابعوا السوشيال ميديا بيستفيدوا كثير بس ما يتابعوا الاشياء الغلط اللي ممكن بيوما ما تجر لهم على قصص نحن ما بدنا اياها. سيمي انا ولا بعد حاله مرقت حسيتك معترض يعني الكل كنت معجب فيه. لا مش مش ابدا اللي مش معجب فيه معطي ترقيه هذا فرق. انت اذا ما عجبت ما بتعرف انا في اثنين في اكشلي لهلا الكل اللي شفتهم اول شيء بدي هنيها لانه مبينه شيز بزنس وومن ووصلت للي بدها توصل له. بس انا لهلا في اثنين من كل المعازيم يلي كانوا وشفناهم وتعرفنا عليهم كونتنت كرييترز يلي هن كونتنت كرييتر وانفلونسر يلي هي عبير وعبد الله يلي هن الوحيدين اثنين يلي اجوا على البلاتو اليوم وكانوا كونتنت كرييتر صح وانفلونسرز نفس الوقت مؤثرين وهيدا وهيدا هو اللي السوشيال ميديا بدها اياه اليوم من عالم الموضه والسفر والمال الى عالم الكلام الجميل والاعلانات والمواضيع الاجتماعيه المثيره للناس. حسن فناش صاحب اكثر مشاهدات على كل لايف بيعمله بعد الاعلان. انا ما مات جسمي بس عقلي وقلبي ماتوا برا. حسن فنيش عمره 30 سنة بلش على السوشيال ميديا يتسلى. اليوم حسن وقع عقود مع شركات عالمية وصارت تحدياته على تيك توك رقم واحد. وظيفة حسن ومدخوله فيك. حسن الناس بتعرفك على وسائل التواصل الاجتماعي وصرت مشهور لأنك بتقدم محتوى اجتماعي ناقد ساخر، أحيانا بتقدم غنية عاطفية، أحيانا بتقدم نصيحة. هيدا الشيء وصلك لتعمل بعدين اعلانات لعقارات وسيارات. عند الاكونتات مسميهم تبع كله. ليه تبع كله؟ كل شيء خاصه برزقتك بتعملي. لاحق الرزقة انت لاحقت رزقتك على السوشيال ميديا. اكيد كان عندي رزق غير قبل من وراء قصة السوشيال ميديا وضخ الناس الهائل. شو كنت تشتغل قبل؟ قبل كنت بأفريقيا بالسيارات، رجعت جيت لهون على لبنان كمان اشتغلت فترة بالسيارات بس لما فت بهذا المجال الحمد لله. شو اللي جابك على السوشيال ميديا؟ مين هداك على هالطريق؟ الله يهدينا. أول شيء جيت على لبنان من وراء أمي مرضت فترة اضطريت إني أكون هون فكنت هون والهدية اللي قدم ليها ربي هي الشيء اللي بين إيديك هلأ.
المحتوى. شو المحتوى؟ كيف فكرت اني انا بدي اقدم هيدا المحتوى؟ وليه حبتك الناس وتابعتك؟ هي بلشت اول شيء بفويس، كنا عم نلعب ورق نحن والشباب، بعت فويس انا وعم عصب فطلعت التعصيبي فاني، فنزلوه على الفيسبوك. ما كان بعد في شيء اسمه الانستغرام والتيك توك، كان بعضهم مش ماشيين مزبوط بلبنان. فجبت ريت عالي وقتها. من هون لهون بلشت ننزل فويسات كمان. من هون لهون يا حسن، طيب بينت اول فيديو بينته كمان، انتشر على ليه؟ شكلك، اسلوبك، حديثك، شو كاريزما؟ ما فيش احكي هيك لانه هالقصص لا العالم بتحكيها مش انا. انت كنت حقيقي للعالم، حقيقي كنت، حقيقي كنت حقيقي صح. شو بيقولوا لك العالم؟ شو اكثر تعليق بيجي انه كرمال هيك من تابعك؟ اكثر التعليق الايجابي بيجي انه انت بعدك من اول فيديو عملته لحد اليوم، يعني من سنتين لحد اليوم بعدك مثل ما انت، يعني بيور عم بطلع مثل ما انا، يعني حتى لهجتي الضياعويه عم ضل احكي فيها ما طبيعي. بعد ما تغيرت، وإلي الشرف بهذا الموضوع اكيد ما بتغير. جدك الممثل القدير اللي بنحبه كثير احمد الزين، ابو حسن قديبس حبيبي، ابو حسن كلنا بنقدم له تحيه من القلب. ظهورك معه على السوشيال ميديا قد ايه بيساعد؟ طلعت انا وياه على السوشيال ميديا عباره عن فيديوهين بس، جابوا ملايين بس هي هالفتره. انا صار لي سنتين بس هي هالفتره. فيديوهاتك اللي قبل جابوا ملايين؟ ايه اكيد. بتقدم محتوى عاطفي احيانا صح. بتقدم نصيحه، شيء هيك بحفز، يعني فيديوهات تحفيزيه. لحتى اقاطعك بس كل شيء بتمري فيه بحياتك ممكن تحضريه عندي. ليه انت قد ايه عمرك لحتى انا اشوف كل هالشيء عندك؟ هن نابعين عن تجربه شخصيه، يعني هل يعني عن تحديات انت عشتها، عن تجربه شخصيه؟ انا كنت لكن كل حدا مغرب وعاش لحاله برا بيقدر يفهم انا شو عم بحكي هلا، لان انا عشت فتره سنين برا لحالي واشتغلت لحالي وتحملت مسؤوليه لحالي. ف اقل شيء اني اقدم هيك. بتقول حسن نسبه المشاهدات العاليه على السوشيال ميديا كونك موجود سببها لسان الحلو؟ يعني هيدا اللي بتحكي عنه هيدا سبب نسبة المشاهدات عند كتير ناس ومشاهير على السوشيال ميديا 100%. انت اليوم اذا بدك فيديو يطلع ترند، يا احكي عن فضيحة معينة، يا اذا كانت شاب او بنت يبين جانب عهر شوي بتلاقيه قلع على الفيديو. طب لكن ليه انت عم توصل فيديوهاتك؟ ما انا اصلا فتت بهيدا المجال اللي خصو اجتماعي بين جد ومزح، عملت هذا المحتوى لحتى اكون انا الي طابع لحالي. يعني هلا شوفي انت لبنان كلياته الله بيشهد، يعني الافكار اللي انا عندي اياها هلا اذا بتفوتي لعندي على الاكونت ممكن بكيك وممكن ضحكك، هذا حكي العالم مش حكي. بس انت بتحكي عن الخيانه، عن الزواج، عن كل شيء. يعني انت تزوجت بحياتك؟ يعني من وين انت عم تجيب هيدي النصائح اللي هي مفترض متخصصين يعطوها وانت بعدك؟ يعني قد عمرك حسن؟ عمري 29. بيكفي جده احمد الزين. طيب هذا لحاله. من وين يعني انت عم تعطي قصص الناس؟ من وين انت عم تجيب؟ انا بس بلشت احكي لك اياها بالعربي، هيدي الخلاصات من الحياه. أوكي. انا يمكن طالع مقابلات قبل كتير بس مش قايل هذا الموضوع، رح اقوله. قولهم تفضل. طيب انا بس بلشت بهذا المحتوى صار في كتير عالم تيجي تقول لي حسن شو بدنا نعمل هون، شو بدنا نعمل هون، صرت ساعدهم شوي. بس لو وصلت لمرحله بطل في رد على حدا، لانه بتعرف انت هيدي لما تحكي بمشاكل الناس ألف واحد بيحكيك. من مشاكل الناس صرت اعمل قصه، يعني لدرجه انه العالم تفكر انه هيدي مشكلتي لإلي. انا مره نزلت فيديو يمكن ضرب شيء 16 مليون. 16 مليون وين؟ على اي منصه؟ تيك توك وعندك انستا كمان كم مليون هيك. بس المشكله مش هون، المشكله انه فكروني انا مزوج. قد ما حكيت بالقصه وفتت انا فيها بطريقه كيف عشتها انت؟ يعني كيف انا مجرد ما احمل تليفوني وشوف حالي على التليفون بنسى التليفون، بصير بحس بتجسد بالقصه، يعني بصير انا بالقصه. بتطلع كثير مصاري من السوشيال ميديا؟ دعايات. ما بكذب عليك، دعايات. ايه اكبر رقم تقضيته على اعلان يعني قد ايه كان؟ 10 ريال. طب جايبتك خزن. ايوه بتحكيني شيء خاص برزقتي. انا بحترم حدا بحب يقول نمبرز. انا بس بدي اقول شغله، انه حسن يلي بيعمله كثير قليل بالعالم على السوشيال ميديا، وهذا بيسموه موتيفيشنال سبيكر، يلي هو اصعب شيء. ابدا مش كثير قليل، هيدا كثير موجود صار هلا معك. بس صار كمان عفوا من حسن، صارت شغله اللي ما قالوا شغله، كل حدا بيطلع يعمل موتيفيشنال. انا عم بقول قليل النجاح بهذا الشيء، وكثير صعب حدا ينجح بيكون موتيفيشن سبيكر، بده يكون بخاطب بطريقه رائعه ويكون عنده كاريزما كثير منيحه وافكاره بتكلم جيد كمان. يعني حكى عن